بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كيف الحال أخواني الكرام؟ أقدم لكم اليوم استعراضا بسيط لتطبيق كام فايند، وهو البحث عن المنتجات عن طريق تصويرها بالكاميرا، وهو يدعم اللغة العربية. نقوم باستعراضه. هذا هو كام فايند، ويدعم اللغة العربية، موجود أيضا على البلاي ستور، سوف تجدون رابط تحميله في أسفل الفيديو. نقوم بالذهاب إلى سيتينغ، هذه هي سيتينغ لتغيير اللغة. هنا نختار اللغة. هذه هي أصبحت النتائج بالعربية. هذا الصوت، سرعة الصوت أصبحت على العربية. نترك هذه الإعدادات ونذهب إلى كابتور، ويمكننا أخذ صورة أيضا، سحب صورة من الجاليري بالضغط على Add Gallery. وهنا نقف أمام المنتج ونقوم بتصويره بهذا الزر Take Picture. نضغط ضغطتين، ننتظر قليلا للتعرف على محتويات الصورة، وآليا يقوم بفتح المتصفح. هذه هي خزانة خشبية ذات بابين، نقوم بالبحث. خزانة خشبية ذات بابين 4 شعر 0 29 سلاش 0 4 إماج 0 كوب شوبينغ غوتاي تامون كاسي ألجوريا. خزانة خشبية ذات بابين أو 3 و 4 أبو ودين كلوزيت ويستو دور. هذه أين تباع؟ يعني جميل جدا، ورافين أي بوان إيكيا بوان كوم إيكيين كيت. خزانة ذات بابين جميل جدا، هذه تساعدنا عندما نكون يعني في التسوق. سوف أصور منتج آخر، حقيبة أو شيء آخر. سوف أصور حقيبة. إن هذا تطبيق جميل ومفيد. نضغط على تيك بيكتشر وننتظر قليلا. مجال التعرف. هذه حقيبة للأمتعة. حسب الأوزان الأمتعة علامة العصا، الأمتعة علامة العصا قبل أن تسافر علامة العصا الطيران تختلف أوزان الأمتعة. هذه هي يعني فكرة التطبيق، أرجو أن تكون أعجبتكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.